مرحبا بكم. في فيديو اليوم سنتحدث عن موضوع شائع وهام، وهو انتفاخ البطن. إن انتفاخ البطن حالة شائعة يمكن أن تؤثر على جودة حياة الشخص وتسبب له الكثير من الإزعاج وعدم الراحة. سنتعرف فيما يلي على الأعراض التي يشعر بها الشخص عند انتفاخ البطن. أولا، زيادة حجم البطن. يحدث انتفاخ البطن عندما تتراكم الغازات أو السوائل أو الطعام غير المهضوم في الجهاز الهضمي. في بعض الحالات قد يكون انتفاخ البطن ناتجا عن حالة طبية خطيرة. إذا كنت تعاني من انتفاخ البطن بشكل مزمن أو إذا كان مصحوبا بأعراض أخرى مثل الألم الشديد أو الحمى أو فقدان الوزن أو تغير في عادات الأمعاء، فيجب عليك استشارة الطبيب. ثانيا، إطلاق الغازات. إطلاق الغازات هو أحد أعراض انتفاخ البطن الشائعة. يزداد تراكم الغازات داخل الجهاز الهضمي مما يؤدي إلى الشعور بالامتلاء والضيق في البطن، وبالتالي حدوث إطلاق للغازات للتخفيف من هذا الضغط. ثالثا، وجع وتقلصات في البطن. عادة ما يوصف هذا الوجع بأنه شبيه بالتشنجات أو التقلصات، وقد يكون مصحوبا بشعور بالانتفاخ والضغط في منطقة البطن. يمكن أن يحدث هذا الوجع نتيجة للغازات المتراكمة في الأمعاء أو القولون، وقد يزداد الوجع والتقلصات بعد تناول بعض الأطعمة مثل البقوليات أو الأطعمة الدسمة. رابعا، الشعور بالضغط أو الثقل في البطن. عندما يتراكم الغاز في الجهاز الهضمي يمكن أن يشعر الشخص بالانتفاخ والضغط في منطقة البطن. قد يصف الشخص هذا الشعور بأنه ثقل أو ضغط مزعج يجعله يشعر بعدم الراحة. خامسا، التجشؤ. عندما يتراكم الغاز في الجهاز الهضمي قد يسبب زيادة الضغط داخل المعدة والأمعاء مما يؤدي إلى تجشؤ متكرر. يمكن للتجشؤ أن يكون مزعجاً ويسبب الإزعاج للشخص المصاب بانتفاخ البطن. إذا كنت تعاني من انتفاخ البطن بشكل مزمن أو مصحوب بأعراض أخرى مثل الحمى أو الإسهال أو الدم في البراز، فمن المهم مراجعة الطبيب لتحديد السبب والعلاج المناسب. إليك بعض النصائح التي يمكن أن تقلل من انتفاخ البطن وتحسن صحة الجهاز الهضمي لديك بشكل عام. تناول وجبات صغيرة متكررة على مدار اليوم بدلا من 3 وجبات كبيرة. تناول الألياف بكميات معتدلة مع التركيز على الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك. تجنب الأطعمة المسببة للانتفاخ مثل البقوليات، الملفوف، البصل، الثوم، منتجات الألبان والمشروبات الغازية. ممارسة الرياضة بانتظام. معالجة الإمساك إذا كان موجوداً. تناول الأعشاب مثل النعناع والزنجبيل والبابونج. الإقلاع عن التدخين. شرب الماء بكميات كافية. الحصول على قسط كاف من النوم.